السلام عليكم، كي داير الاخوان؟ بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بخير، ونتمنى تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات اللي كندير. يعني داكشي اللي كان نعرفه كنوصلو لكم. الاساس هو المبتدئين يتعلموا، واللي معلم يزيد يدي حوايج اللي ما عارفش، واللي يعني عنده الاكسبيريونس يخلي لي كومونتير الا غلطنا ولا الواحد كاع كيغلط، يعني باش كل شيء يستافد وكل شيء يتعلم. هذا هو الاساس. راه كنا بدينا مبتدئين، وبغينا دوك المبتدئين حتى هما يوليو شيافريه ان شاء الله ويزيدوا القدام. بالنسبه للموضوع ديالنا اليوم غادي نعاود لكم كيفاش كانت تجربتي اول مره نسوق شاحنه كبيره، اول مره نسوق الرموك. يعني كانت تجربه صعيبه شويه، ولكن الحمد لله من بعد ما كتزعم ان شاء الله وتوكل على الله، راه ما كيكون غير الخير، وغتعلم وكل شيء غيبقى يبان لك ساهل، ما كاينش مشكل. نعاود لكم كيفاش في الاول، كيفاش دخلت لفرنسا، وكيفاش دوزت البيرميات في الاول قبل ما نجي، وكيفاش دوزت الفورماسيون هنا، وكيفاش لقيت الخدمه، وشنو هي الخدمه اللي مزيانه وشنو هي اللي ما مزياناش. بالنسبه للبيرميات كنت دوزتهم في البلاد، كعرف السياقه ديال البلاد ما كيزعموناش، كيعطيك الشاحنه باش تمشي تسارى زعما الفيلاجات وتعرف البلايص وتطلق يديك مزيان. يعني كيعطيك في الامتحان دوز واحد تصوب واحد جوج كيلومتر ولا ثلاثه، تعرفك باللي راه شاد الفولا مزيان، كدير دوره كبيره، كيقول لك البيرمي على حسب. فاش دوزنا الكود، بعدا الكود كان شويه قاصح، دوزته في البلاد كان قاصح، كانت السلسله صعيبه والسلسله اللي موراها كانت سهله. يعني الجروب الاول دوزناه قاصح، مازال عاقل على واحد النقطه، هو اننا كنا 12 بينا، واحد غاب ما جاش، و11 اللي كنا في الجروب، وانا كنت انا الصغير فيهم، يعني كنت عندي ديك الساعه 21 عام. وتصوروا باش كان لانجنيور تيدوز حاضينا، يعني ما عندكش كدير، باش خصك تكون مركز مع الاسئله، تكون ديجا مراجع. انا ديما حاط عليا، كنت مع ناس صغير تيجي عندي تيقول لي حيد يديك من وجهك، حيد يديك هذا، المهم حاط عليا. فاش جينا الريزولتا كل شيء صدق ساقط، 35 على 46، اللي كيجيب 30، اللي كيجيب 20، كل واحد شنو جاب. فاش وصلت انا 37، فعلا فرحت بزاف، ولكن بقاو فيا دوك الدراري اللي كانوا معايا صغر 10 كلهم سقطوا. قال لي انت اللي حقرتك، انت دابا نجحتي الحمد لله. داك الشيء غير زعما غير التركيز، كنت انا كنركز في الاسئله، فاش كان نحفظ الاسئله كنت نراجع في الدار، يعني كنركز. وخصك راه بعد مرات يقلبوا لك الصور، يقلبوا لك هذا في الامتحان، الواحد غير يركز وما يخافش. والسلسله اللي من بعدنا، داك الجروب الثاني اللي دوزو مورانا، هذوك صدقوا ناجحين شي خمسه فيهم، وتلاقينا انا وتلاقيت انا ودوك الخمسه، كنا شي سته بينا في العشيه، دوزنا البراتيك، دوزنا السياقه، المهم كلنا نجحنا في السياقه الحمد لله. المهم هذه اول تجربه دخلت لفرنسا، يعني ما كنعرفش نسوق، بتصور يلا سقت مره واحده، يعني في البيرمي ما بقيت خدام خدمات واحدة اخرين، ما بقيت ما خدمتش في الرموك حيت جاني صعيب. باش غادي تخدم وخصك الفورماسيون، وخصك هنا بزاف الحوايج مغيرين، طرقان، ستوبات، سيركيلاسيون، واخا الناس محترمين هنا، البلايك يعني شي محترم شي، لكن واخا هكداك جاتني السياقه باش نسوق هنا. السياقه صعيبه بزاف، وانا تلاحيت الدومين ديال المانوفر، البني، فلاحه، فين ما كان كنت نخدم، وما كان ساليش باش ندير ديك الفورماسيون. يعني واحد 4 سنين تقريبا كنت نمشي عند بولون بلوا، انا كاينين 4 الحاجات باش دوز الفورماسيون، 4 ديال الحالات، يعني اما كيدوزوها لك بولون بلوا كتعمر السوايع ديال الخدمه، خدام بني ولا اللي خدام، يعني كتعمر السوايع ديال الخدمه، وما كيدوزو لك بدوك السوايع ديالك فاش كدير شوماج.
والحاجه الثانيه انك تكون خدام في شركه مثلا مانوفر وعندهم الشاحنه، انت خدام يد عامله خدام معاهم، وخصهم اللي يسوق ديك الشاحنه يعني عجبتيهم غيدوزو لك هما فورماسيون من جيبهم يعني من عندهم. وثالث حاجه كتكون كتجيب تجيب ماشي شركه بخومي زومبوش، يعني كيقولوا لك بخومي زومبوش بخومي زومبوش يوعدوك باش غادي يرسموك الا شديتي الفيمو، وانت كتدي ديك بخومي زومبوش كتديها لبولون بلوا. بولون بلوا ديك الساعه كيدوزوك فورماسيون ديريكت، تيقولك بلي هذا راه كاين اللي غادي يخدمو غادي ندوزو له فورماسيون ديريكت، ماشي بحال غيدوزوها لك غير هكذا. رابع حاجه هو انك كتصبر وغادي تدوزها من جيبك، يعني غادي تدوز 1700 اورو تقريبا غادي تدوزها من جيبك. ولكن راه كتعوضها، راه كنعرف صديق ديالي دوزها والحمد لله مور داك الشيء دغيا عوضها وخدم مزيان. هذا بالنسبه لك كنت قلت لكم بقيت تندير لي تيست مع بولون بلوا كيسيفطوني شي 5 ولا 6 د المرات وانا كندير لي تيست، كيديونا جروب بين 40 30 وكيقولوا لك سيدي غدوز واحد التيست، وهما شنو كيديروا كيسولوك اسئله حتى هما وكيصدقوا هازين 12 وشنو لا يهزوا الاولين، غيهزوا دوك اللي عندهم ليكسبيريونس في السوقان. هذا صايق 5 سنين ولا 6 ولا 10 سنين ماشي هو واحد ما عمرو صايق، يعني هذاك كيكون الشركه ديالو كانت خدام عندها ولكن ما كانتش الفيمو اوبليغاتوار ما كانش ضروري، فاش خرج الفيمو ضروري كيهزوا داك 12 الاولى على حساب الاكسبيريونس، على حساب هذاك تيتقن الفرنسيه هذاك ممتاز مثلا هذاك نصراني كابر هنا هذاك. هذا الشيء اللي كان تيوقع لي. ولكن الا بغيتو مثلا يدوز لك الفورماسيون بول امبلوا راه خصك تبقى تزيرهم، يعني تحبس الخدمه وتمشي عندهم، يعني تحبس الخدمه وتمشي عندهم تقول لهم انا ما بغيتش نخدم حتى خدمه من غير الشاحنه، انا بغيت ندير الكاميو ديالي بغيت هادي. هذاك الشيء اللي درت من بعد ما دازت شي 4 سنين وانا خدام لقيت خدمه، خدمت بريباراتور يعني كنت تنسوق الكلاك، خدمت في البني، خدمت ما خليت فيه خدمت. من بعد داك الشيء مشيت عندهم قلت لهم انا والو ما بقيتش خدام حتى دوزوا لي الفورماسيون، فعلا دوزوها لي صافي. قالوا هاد السيده دابا باغي يخدم في ديك الفورماسيون دوزوها لي. من بعد ما اكتسبت شويه الخبره شديت الفرونسي شويه ودوزنا 4 الاسابيع ديال الفورماسيون، 3 الاسابيع 3 سومين كتقرا فيها تيوري، كتقرا على الشاحنات جميع انواع الشاحنات، تقرا على لي زيسيو على الطوناج على يعني على الكود كيركزوا لك على لا ريسو. لا ريسو هو داك اوقات السياقه واوقات الروبو والعمل، يعني تحترم السياقه السيمانه وجوج سيمانات وفي الشهر مهم، والغرامات بزاف كيهضروك على اوقات الراحه واوقات السياقه. من بعد ما كدوز 3 الاسابيع يعني كان النهار الاول هضروا لنا على السيكوريتي بعدا، ومن بعد ما كدوز 3 الاسابيع كتجي الاسبوع الاخر كيدوزوا لك البراتيك السياقه. جابوا لنا شاحنه بورتور 19 طن، يعني كنا غير 3 اللي عندنا بيرمي او سي تاع الشاحنه كبيره، الا كانوا فوق 4 كيجيبوا شاحنه كبيره، ولكن منين كنا غير 3 وتسعود الاخرين عندهم غير سي جابوا شاحنه بورتور هي باش تعلمنا السياقه، يعني كيخرجوك للدومين كنخرجوا كنمشي انا وثلاثه اللور هي 4 بينا والمونيتور كاين شي 150 كيلومتر كتبعد على الدار، ندخل في ستوباس دخل في الفيراجات يعني دخل الفيلاجات، ما كاينش لوتوروت غير الناسيونال غير الطريق الرئيسيه يعني ما يعني غير الطريق العاديه كاينش. مهم كتعلم بشويه بشويه كتطلق يديك كتدير يعني هو عطيك الفولا وانت زيد كيزعمك، كاينش ديك الخوف ولا خصك تزعم فعلا. من بعد ما داز السياقه دوزنا الامتحان الحمد لله كلنا نجحنا، حتى اللي ما كانش يعرف الفرنسي يعني نجح، يعني واخا ما ضابطش الفرنسيه هما كيساعدوا هما كلشي كينجحوه، يعني كيشوفوا كيقولوا ما عندناش الربح الا سقط شي واحد. وهذا الشيء من بعد ما جديت الفورماسيون صوبت السيفيات ديالي، يعني عمرت فيهم داك الشيء اللي درت واللي دفعت لهم ما كيقبلونيش، علاش؟ لحقاش يقولك انت مبتدئ. شي 100 سيفي اللي درت مشيت للشركات كندوز
يعني نمشي عند هادو ونمشي عند هادو والو. فاش كيتزيروا ديك الساعه دي يبداو يعيطوا لك، يعيطوا للمبتدئين الا ما لقاوش. فعلا داك الشيء كان واحد الصديق ديالي قال لي واش تخدم، قلت له نخدم مرحبا. مشيت خدمت معاهم، دوزوا لي فورماسيون ديال سيمانه، قال له راه باللي ماذا ما متعرفش السوق. دوز لي فورماسيون، لقيت صعوبه في المارشاريير، تصوروا دوزت يومين ديال الفورماسيون معاهم. النهار الثالث ما كملوليش السيمانه، النهار الثالث قال لك غادي تمشي بوحدك، غتهز الرموك اول مره غادي نسوق الرموك يعني بوحدي. كيفاش غادي نهز الرموك وانا حتى في الفيمو ما سقتش الرموك؟ بحال تسوق شاحنه كبيره وفيها 33 باليطه شارجيتها لراسي، وغادي نخويها لخمسه المجازات. يعني جاتني صعيبه بزاف الصراحه، وسيرتو بقيت غادي في الطريق وخايف، متوكل على الله ومدهشر. ومهم فاش نوصل عند المجازة كنجلس ساعه وانا كندير المانوفر باش ندير مارشاريان باش باش وكنهبط. يعني المبتدئين خصك واحد الحاجه خصك تركز عليها، هي انك خصك تبقى تهبط وتطلع، يعني تهبط من الشاحنه وتشوف واش غتقيس شي حاجه وتعاود تطلع باش ما تقيسش شي كاميو ولا. مهم عينك ميزانك. كانوا عطاوني ديك الساعه شاحنه كبيره، راه ما سهلاش باش تديرها مارشاريير. يعني خص الواحد يهبط ويطلع، يهبط ويطلع عده مرات ويحضي المرايات وتي يجيب الشاحنه مزيان. داك الشيء اللي وقع لي، بقيت نهار على خو نهار، يعني الطرقان كنضرب الفيلاجات، كيديني الجي بي اس كيتلفني بعض المرات، يعني كناخذ الخبره. من بعد ما خدمت معاهم شي شهر كانوا عيطوا لي واحد الشركه ديال البوسطة، يعني شركه البوسطة مرتاحه عندهم الخدمه مزيانه، ما كتهز ما كتحط ما كيبرزطوكش في التليفون. هزتي عطوني سكانيا اوتوماتيك حيت كنت نسوق المانيال مع ديك الشركه الاولى، اوتوماتيك جاني ساهل. انا في الطريق مزيان وفيه تروازيسيو، بالنسبه للمارشاريير تروازيسيو كتكون سهله. فاش وصلت لتما الشركه تنحط 300 كيلومتر على 300 يا 600 في النهار، كنرجع لداري في لاغد ليه. المهم كنت خدمت بالليل شويه قاصحه الخدمه الليل، ولكن السياقه مرتاح حيت ما مبرزني حتى واحد وما كنشارجي ما تنديشارجي. المهم كنمشي بالتسعين ديالي الفيراجات، تنحاول في الطريق كنحاول. الحمد لله فاش كتكون هذا كندوبل كنزعم، بديت تنزعم بشويه بشويه، وليت تناخذ الخبره من شركه لشركه. بحال تترومبلاسي شي واحد مالادي مشى كترومبلاسيه، تمشي من هذه الشركه لهذه الشركه، صافي كتكسب الخبره. من بعد ما كسبت الخبره الحمد لله ما كي ديما كيعيطوا لي شركات، هادو تمشي دير ناسيونال دير، كيعيطوك حتى الا بغيتي دير لانترناسيونال واخا بقات قليله، واخا ولات قليله يعني الخدمه كاينه. وسيرتو في شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 الناس تيمشيو للبلاد، كيقبلوا حتى ديبيتون اللي مبتدئ، تلقى شركات تيديروك فورماسيون كيعلموك. هذا هو كما قلت لكم اول مره سكت الرموك، يعني راه فاش جيت في الاول فرنسا راه كنشوف الرموك دايز، راه كنتخلع كنقول واش انا غنسوق هذا، ما يمكنش. مشيت لاحيت الخدمه واحد اخرين، والحمد لله دابا كسبت الخبره الحمد لله من كما قلت لكم ليكسبيريونس. ومع الانتيغيم دابا خدام، تتخدم مع الانتيغيم يعني تيخلصوا مزيان. فاش كترسم واخا كتنقص لك 300 400 الاورو في الشهر، ولكن فاش كترسم كتولي خدام عاوتاني العام كامل، يعني مضمونه الخلصه ديالك كل شهر، راك غادي تخلص والكونجي ديالك مخلص فيه. بحال الانتيغيم عاوتاني اللي خايبه فيها هي ان في شهر فاش كتقلل الخدمه ما كيبقاوش يعيطوك بزاف، كيكون الخدمه قليله يعيطوك على سيمانه على يومين. ولكن ان فوا كتبدا شهر من تيفوت شهر ثلاثة صافي كتبدا الخدمه مزيان حتى لشهر 9. ولا بغيتي ترسم راه خصك تبقى معاهم الصيف، ما تمشيش للبلاد. كاين اللي كيمشي للبلاد تيجي كيجي في شهر 9 شهر 10 كيلقى الخدمه قلال، صافي ديك الساعه هما كيكونوا محتاجينك. في شهر 7 شهر 8 ديك الساعه الا بقيتي معاهم راه غادي يرسموك. والواحد فاش غادي يلقى شي خدمه مزيانه اللي يرتاح فيها راه غادي يترسم، شوف فيها سالير مزيان. انا كنعرف الدراري كيخدموا يعني خدمه مرسم وكيشد 2400 يورو في الشهر وهو مرسم، وما في الانتيريم غادي يضرب اكثر، يضرب حتى 2000 حتى 3000 اورو ولا 2700 يعني، ويكون يحضر دارو ما يكونش يعني في الليل كيدخل لدارو.
هادو بعض المعلومات كانوا عاودت لكم على تجربتي في السياقة، ونتمنوا تدعمونا ان شاء الله بالبارتاج وتدعموا القناة ان شاء الله، مازال نزيدكم فيديوهات اخرين كده باش نزيدوا القدام، وكل واحد ان شاء الله يتعلم، والله يسهل على الجميع طريق السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.